ايه رأيك في المقاطعة بتاعت ان الناس هتقاطع اللحوم عامة كلحمة وسمك وفراخ؟ ما لا يعني مستاهل المقاطعة دي، ملهاش لازمة يعني، ما عملتش حاجة، ما فادتش حاجة برضك. مفيش إقبال على الأكل برضك زي الأول. حاجة طول ما الحاجة غالية معلش برضك الناس بتعاني وهنفضل نعاني، ولا معلش ولا مقاطعة نافعة ولا أي حاجة نافعة. أهو السوق مريح والجو مريح والناس تعبانة ومفيش إقبال زي برضك زي الأول. وساعات يوم مفيش شغل، ويوم يبقى فيه شغل بيبقى مثلا الواحد بيستنى يوم الجمعة عشان يبقى فيه شغل. عندنا بالنسبة للسمك يوم الجمعة دلوقتي زيه زي أي يوم. المقاطعة ما هو ده المفروض يحصل عشان الغلوات دي، السمك بيغلى واللحوم بتغلى بأسعار عالية أوي. يعني بوري كان بيتباع ب 35، النهارده ب 50 جنيه، والبولت اللي كنا بنبيعه ب 15 ب 35 جنيه النهارده، 30 جنيه الجمبري 190 جنيه من 130، القشر بياض الفيليه النهارده الفيليه القشر بياض ب 140 جنيه، كنا بنبيعه ب 90 جنيه، 60 جنيه فرق اهو غلوات. بالنسبه لمقاطعه اللحمه هي الناس خلاص خفت بيها خالص، ما فيش مقاطعه جامده جدا. في اللي معاه وبالنسبه للسيوله اللي معاه هو اللي بيشتري لحم، اكتر من كده مفيش حد بيشتري لحم ولا سمك. يعني كيلو السمك دلوقتي كنا بنجيبه ب 18 جنيه ولا 11 جنيه بيعمل 35 جنيه دلوقتي. كيلو اللحمه كان ب 45، دلوقتي بيعمل 70 جنيه و80 جنيه مجمده. ما البلدي بيعمل كام؟